كما عقد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني مؤتمرا صحفيا مشتركا مع معالي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية الشقيقة. نعم، حيث أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما تحظى به العلاقات البحرينية المصرية من رعاية واهتمام من قبل جلالة الملك المعظم والدعم المستمر من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. تأتي زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ووفدها المرافق دافع إضافي لتعزيز العلاقات الأخوية في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على البلدين وخلق الفرص الواعدة للشعبين الشقيقين. وقد تم اليوم التوقيع على 10 اتفاقات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية مشتركة في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والقانون والقضاء والقطاع اللوجستي والتنمية الحضرية والتجارة والاستثمار والسياحة والتربية والتعليم والبيئة. وكذلك تم اليوم الإعلان عن إنشاء اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، وستقوم اللجنة بتحديد أهم التوجهات والأولويات المشتركة في المجال التجاري والاقتصادي والتعاون العلمي والتكنولوجي بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، كما ستلعب دورا هاما في تحديد مشاريع ومجالات التعاون التجاري والاقتصادي في شتى المجالات. وكذلك قامت اليوم شركة ممتلكات البحرين بالاتفاق مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية لإنشاء منصة استثمارية مشتركة، وذلك للاستثمار المباشر في القطاعات استراتيجية وحيوية كالأمن الغذائي والسياحة والخدمات المالية والخدمات الرقمية والخدمات اللوجستية. وسنواصل العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير مسارات التعاون المشترك بين البلدين نحو آفاق أرحب بما يعكس التطلعات المنشودة ويحقق المصالح المشتركة ويزيد من الاستثمار المتبادل والتجارة البينية في صالح نماء وازدهار البلدين وشعبيهما الشقيقين.